السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم جميعا؟ أنا اسمي فكري نور عين بنت حاج نور الدين، وأنا من جامعة أمارة للتكنولوجيا يو اي تي ام بشاه عالم. واليوم إن شاء الله أنا سأقدم لكم موضوع البحث اتجاهات الطلاب نحو ملف إنجاز إلكتروني بالجامعة أمارة للتكنولوجيا شاه عالم دراسة تحليلية. أولا، ما هو مفهوم ملف إنجاز إلكتروني؟ يعني بورتفوليو، ويعرف جول بهر وتيم مار بأن الملف إنجاز إلكتروني هو مجموعة من أعمال وانعكاس المتعلم يعني الطالب التي تظهر نموه على مدار العملية التعلمية، ولكن تجمع بشكل إلكتروني. و هذا نوع من العملية تجعل المتعلم يركز أكثر على عملية التعلم من المنتج. فملفات إنجاز إلكترونية يكون جزءاً من عملية التعلم وليست نتيجة له. إذن تعد الملفات الإنجاز إحدى صيغ التقويم البديل، يعني Alternative Assessment، التي تستخدم بكثيرة في مؤسسات التعليمية في العديد من الدول المتطورة في الآونة الأخيرة. نعم. إذن ما أهمية الملف إنجاز إلكتروني؟ منها تركيز على إنجازات الطالب، يعني أعمال الطالب طوال السمستر الدراسية، ثم مساعدة الطالب أو الطلاب على أخذ ممتلكاتهم خلال تعلمهم الخاص. وكذلك يكون ملف إنجاز إلكتروني وسيلة للتواصل بين الطالب وبين أصدقاء الآخرين. ويكون ملف إنجاز إلكتروني أيضا موقعا لجمع النماذج الأعمال وكذلك مؤشرات التحصيل التي اكتسبت على الطلاب. وكذلك ملف إنجاز إلكتروني أيضا يوضح تقدم الطالب خلال فترة الزمنية، يعني حسب الفصل أو سنة من بداية الدراسية إلى نهاية. وكذلك تنمي التفكير الناقل، لأن الطالب إنما هو يصمم الملف إنجاز إلكتروني فلابد أن يسجل الفيديو وكذلك يصمم يعني بعض الأشياء والمعايير ملف إنجاز إلكتروني. فهذه هي من نماذج، منها هذه الطالبة اسمها ست أسماء بنت زمبي. هيا نذهب. نعم، هذه هي ملف إنجاز إلكتروني لأسماء. نحن نستطيع أن ننظر أن هذا ملف يحتوي على جدول محتويات، يحتوي على المقدمة، سيرة ذاتية طلاب، الطالبة، والهدف، الأعداد، كذلك أشياء كثيرة جدا، يعني خطة المادة وكانت هذه المادة الخاصة، ثم الكتب المقررة، أوراق الواجبات، أوراق اختبارات مثلا. نستطيع أن ننظر إلى السيرة الذاتية، وهي تسجل الفيديو تبين أن نفسها مثل هذا، هذه فيديو، هذا فيديو عن نفسها. وكذلك مثلا هناك كتابات أو مذكرة طالبة من شرائع المحاضرة مثلا، وكذلك أوراق اختبارات مثلا. نعم، هذه دراجة في المذكرة. نعم، وهناك نعم لهذا الطالب محمد فائز. أيضا هناك موقع خاص، صفحة للقراءات الخارجية، وهو يسجل الفيديو ويقرأ هذا الكتاب وهو يتكلم عن ملخص هذا الكتاب. هذا هو نموذج ملف إنجاز إلكتروني. فهدف هذا البحث هو لمعرفة الاتجاهات الطلاب نحو تصميم ملف إنجاز إلكتروني، وأيضا لتقديم بعض اقتراحات نحو تصميم ملف إنجاز إلكتروني الجيد، يعني له عناصر والمعايير الخاصة التي تميز بها. ومنهج البحث يتبع البحث منهج وصفي تحليلي،
يعني حاول بس أن يشوف ما هو ملف إلكتروني وما معاييره، وكذلك يحلل البيانات من الاستبانة، وعدد بس المستخدم والاستبانة، وهذه الاستبانة موزعة على العدد من العينة، وهم عددهم 56 طالبا. ونتائج التي حصل عليها البحث، نعم يحقق، وهذه النتائج تحقق الهدف الأول والهدف الثاني. الهدف الأول هو اتجاهات الطلاب نحو ملف إنجاز إلكتروني، وهدف ثاني الذي قد حققها البحث هو اقتراحات نحو تصميم ملف إنجاز إلكتروني الجيد. هنا ننظر النتيجة للهدف الأول. الهدف الأول بعد التحليل وجد البحث أن 91% من العينة وافقوا بأن ملف إنجاز إلكتروني يساعد على التعلم الذاتي، يعني الطلاب يستطيعون أن يتعلموا بأنفسهم. بعد ذلك 90% من الطلاب يوافقون بأن ملف إنجاز إلكتروني أيضا يشجع على المشاركة الفعالة بين الطلاب، حيث بأن الطلاب الآخرين يستطيعون أن يستفيدوا من المواقع التي قد صمموها الطلاب الآخرين. و89% من الطلاب يوافقون بأن ملف إنجاز إلكتروني يحقق أهداف تعلمية، يعني لاكتساب المهارات الجديدة، مهارة الكلام مثلا، لفهم الدروس الجديدة مثلا، وهم يستطيعون أن يخلصوا مدى ما فهموا من الدرس المعين. وكذلك نتيجة الأخيرة 85% من الطلاب يوافقون بأن تصميم ملف الإنجاز الإلكتروني ينمي إبداعهم، يعني لابد عليهم يفكروا كيفية لاختيار أو لتسجيل الفيديو، وكذلك لاختيار الصور المناسبة الجميلة، وكذلك لاختيار الكتب المراجع، وهم يحاولون أن يخلص تلخيص من ذلك أو تلك الكتب. فهذه عملية طبعا تحتاج إلى إبداع الطلاب طبعا. نعم. بعد ذلك هيا ننظر إلى نتيجة من التحليل، يعني هذه النتيجة تحقق الهدف الثاني، يعني مدى اقتراحات الطلاب نحو تصميم ملف إنجاز الجيد. نعم. فهناك اقتراحات كثيرة التي قد طرحوها الطلاب، منها مدة تصميم ملف إنجاز إلكتروني لابد أن تكون كافية، فالمحاضرون لابد أن يعطي التعليمات من إلى الطلاب، ومثلا القيام بورشة خاصة وفصل خاص لتوضيع تفاصيل معايير تصميم ملف إنجاز إلكتروني، لأن هذه عملية تحتاج إلى جهد من قبل الطلاب، وهم يريدون أن يفهمون ما هي المعايير المطلوبة قبل التصميم، فلذلك هم طرحوا هذه الاقتراحات. بعد ذلك مهارة التصميم من الطلاب، يعني هم يقترحون لو هم يستطيعون أن يصمموا ملف إنجاز إلكتروني في يعني مواقع متنوعة، ليست فقط في جوجل سايت، ممكن هم يستخدمون مثلا ووردبريس أو ويكس أو يعني بلاتفورم أو ممكن جوجل درايف، يعني أشياء أخرى، لأنهم يفكرون بأن هناك بعض مواقع أخرى التي تسهلهم في تصميم ملف إنجاز. حاليا نحن نستخدم جوجل سايت وكذلك جوجل درايف،
وأما الاقتراحات الأخرى يعني محتويات ملف إنجاز إلكتروني، هم يقترحون بأن من الأحسن لو كان الطلاب يستطيعون أن يدخلوا مقاطع الفيديو، يعني ليس فقط فيديو سيرة ذاتية، ليس فقط فيديو مثلا خلاصة والمراجع ملخص من الكتب التي استخدموها، لا، ولكن هم يقترحون فيديو أو فيديوهات أخرى. وهم نعم يحبون في تسجيل الفيديوهات، يعني ليست هذه عملية صعبة لهم في إعداد الفيديوهات الجيدة، فلذلك هم اقترحوا بهذه الاقتراحات. فهذه الاقتراحات طبعا تسهم إلى تصميم ملف إنجاز الجيد. وخلاصة القول إن الملف الإلكتروني يؤثر إيجابيا في عملية التعلم. طبعا هناك أهمية وهناك مميزات كثيرة في إنجاز هذا النوع من العملية. وقد اقترح البحث يعني بعض الأمور التي لابد أن يهتم بها الطلاب والمحاضرين المحاضرون يعني عند إنشاء ملف إنجاز إلكتروني جيد. وطبعا على الباحثون يستفيدون من هذه الدراسة، ويمكن لدراسات أخرى القيام بإجراء دراسات تختلف عن هذه الدراسة، وذلك لأجل تحقيق التعلم الصحيح العالي. هذا فقط، شكرا على المشاهدة. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.